هذه الصور التي تأتينا مباشرة من العاصمة السورية دمشق، بالتحديد من حي المزة، وهو من أهم الأحياء، أيضا فيه منزل الرئيس السوري كما نعرف. حي المزة تعرض قبل قليل لضربة ربما قوية جدا، وهذا يعني يبدو أن استهداف لشخصيات، هذا ما دأبت عليه إسرائيل خلال الأيام الماضية والفترة الأخيرة من اغتيالات. أيضا معي الآن سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، هل هناك أي معلومات لديكم حول من استهدفت هذه الضربة، ويعني ماذا يشير استهداف حي المزة هذه المرة أيضا؟ اغتيال، نعم، مساء الخير. هو عملية اغتيال مشابهة لعملية الاغتيال التي كانت فجر الأمس، عندما استهدفت إسرائيل سيارة أو سيارتين حقيقة الأمر، قتل فيهم قيادي من حزب الله، لا نعلم ماذا يعني أهميته في الحزب، مع مرافقه السوري، مع شخص مجهول الهوية آخر، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين في ذلك في تلك المنطقة. هو في ذات المنطقة التي جرى فيها الاستهداف أمس أو فجر الأمس، جرى استهداف الآن مبنى سكني هذه المرة، وهي أيضا قتل فيها شخصان اليوم، لا نعلم إذا ما كانوا حرس ثوري حزب الله فلسطينيين، ولكن بالنهاية هي عملية اغتيال وليست عملية يعني عرضية جرت في تلك المنطقة، لأنها استهداف عملية اغتيال. هل الاغتيال تم من مسيرة إسرائيلية كحال المسيرة التي استهدفت دمشق فجر أمس، أو تم من طائرة حربية، أم عملية أمنية على الأرض حتى اللحظة؟ هو المعلومات الأولية تشير أنه استهداف إسرائيلي من الجو، ولكن لا نستطيع الجزم بشكل قطعي إذا ما كان الاستهداف من الجو أو لا، ولكن هي عملية اغتيال استهدفت مبنى في منطقة المزة التي يوجد فيها حزب الله اللبناني، حرس ثوري إيراني، وقيادات فلسطينية. بالطبع يعني يوجد خط فاصل سيد رامي حول استهداف إسرائيل لأي قيادات سورية، هذا لم يتم التطرق له ولم نراه، لكن حي المزة يمتاز بأن فيه كثير من القيادات سواء سورية أو من حزب الله أو فلسطينية وما شابه. هل تعتقد ممكن أن يتطرق هذا الاغتيال لشخصية سورية؟ يعني شخصية سورية، البعض يعني عندما نشرنا نفي مقتل ماهر الأسد في استهداف ريف دمشق الغربي، بدأ كل استهداف أصبح يقولون ماهر الأسد ماهر الأسد، يعني ماهر الأسد لو أرادت إسرائيل استهدافه لاستهدفته منذ زمان. ولكن المنطقة تلك، يعني عندما تحدثنا أمس، قتل سوري مرافق لقيادي في حزب الله، قتل في الاستهداف، لم يكن لا فرقة رابعة ولا غير رابعة، هو يعمل مع الميليشيات الإيرانية بين مزدوجين الأصدقاء. أيضا هذا الاستهداف، المعلومات ترجح بأنه استهداف لما يعرف يسمونه محور المقاومة، شخصيات موجودة في تلك المنطقة. ولكن دعني أقول لك بصراحة بأنه عندما تستهدف إسرائيل سيارة تسير على الأرض في حي المزة بعد منتصف الليل، لو لم يكن هناك عملاء على الأرض لما تمكنت إسرائيل من استهداف سيارة في حي المزة فجر الأمس. لكن كان هناك حديث إسرائيلي وتقارير أيضا أمريكية قالت أن يعني الفترة السنوات الأخيرة التي كان حزب الله موجود فيها في سوريا أعد يعني بنك الأهداف الموجود اليوم، وتم متابعتهم من فترة ماضية أيضا، هذا تم التطرق إليه هنا. نعم، وتيرة بطبع الاستهدافات كثيرة سيد رامي خلال الأيام القادمة، هل ممكن أن نرى مزيد منها؟ لأن الحديث كان يتركز على لبنان، على غزة، على مناطق أخرى. الجانب السوري من تم الاستهداف فيه للآن؟ يعني الذين اغتيلوا جميعهم إما فلسطينيين مثل ما كان عليه الحال في جنوب غرب دمشق قبل أيام، أو حزب الله لبناني، أو حرس ثوري إيراني، وحتى السوريين الذين اغتيلوا كانوا ضباط مخابرات يعملون مع حزب الله اللبناني، أو ما يعرف بمحور المقاومة، أو ما تسمى المقاومة السورية لتحرير الجولان التي أنشأها حزب الله اللبناني. لذلك أقول بأن الأمر حتى اللحظة يعني قد تكون شخصيات سورية، ولكن ماهر الأسد هو متهم بالنسبة لإسرائيل أو أمريكا، هو من الجناح الإيراني في قيادة هرم الدولة السورية. درامي، عند الحديث أيضا لتواجد حزب الله في سوريا الآن، طبعا الاستهدافات هي مباشرة، هل لاحظتم أي تحركات عسكرية سورية أو حتى من حزب الله باتجاه رفض القوات الموجودة لحزب الله في على المستوى لبنان؟ ما الذي شاهدتموه يعني أنتم كمعلومات؟
لديكم؟ لا لا نعم، نحن لدينا كان تقرير جاهز للنشر قبل هذا الاستهداف بأن هناك سحب لمقاتلي حزب الله من البادية السورية والاستعاض عنهم بمقاتلين من الفرقة 25 في الجيش السوري أو قوات النظام والفرقة 11 وقوات الحرس الجمهوري. سحب حزب الله مقاتليه من البادية السورية خلال الأيام الماضية، وقبلها كان قد سحب مئات المقاتلين من نقاط عدة في دير الزور وفي وسط سوريا باتجاه الحدود السورية اللبنانية. هل دخلوا لبنان أم هم على الحدود؟ لا نعلم. طيب سيد رامي، ونحن نشاهد على الهواء يعني هذه الضربة التي كانت حقيقة لا ندري إذا كان استهدفت مبنى سكني أو حتى سيارة، لكن هذه الضربة التي نشاهدها مبنى سكني يعني مبنى سكني هذه المرة. نعم، وهذه الأدخنة البيضاء قد تشير إلى هذا بالطبع، يعني إلى الآن الحديث عن اغتيال إحدى الشخصيات التابعة لحزب الله، وربما قتل شخصين الآن في الاستهداف، قتل شخصين. نعم، مسؤول حزب الله، وقلت أيضا شخص سوري كان معه أيضا. لا، ليس في استهداف الآن، استهداف الذي كان فجر الأمس قتل مسؤول في حزب الله ومرافقه السوري وشخص آخر مجهول الهوية في سيارة واحدة. بالسيارة الثانية معلومات بأنه هناك قتل شخصين، ولكن يعني دعنا نكون واقعيين، حتى مخابرات النظام لا تستطيع الاقتراب بما يعرف بالأصدقاء لأنهم لا ثقة بين الطرفين. طيب سيد رامي عبد الرحمن، مستمرون معكم في تغطية هذه الصورة. إذن اغتيال جديد لإسرائيل في هذه المنطقة من حي المزة وسط العاصمة دمشق، منطقة لها يعني حدود أمنية معروفة، فيها شخصيات وقيادات كثيرة. حي المزة لمن يعرفه هناك، هذه الاستهداف هو ليس الأول في حي المزة، كان هناك استهداف يعني آخر أيضا. يعني دعنا نقول، هل دعنا نقول الآن في ردد على هذا المبنى يعني عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ولديهم شقة في هذا المبنى باسم شخص سوري، لذلك يرجح بأن الاغتيال هي لشخصيات إما من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني، لكن شخصيات من الأصدقاء، يعني قتلين ليسوا مدنيين سوريين، لي قتلين غير سوريين. أشكرك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري طبعا لحقوق الإنسان، أشكره على هذه المداخلة. لكن مستمرون معكم في هذه الصور، بالطبع أحداث تتلوها أحداث كبيرة من استهدافات للجانب الإسرائيلي في مواقع، سواء كان على مستوى الضاحية الجنوبية، وفي هذا اليوم كما نشاهد على الهواء ضربة إسرائيلية تجاه أحد المباني تستهدف اغتيال إحدى شخصيات من حزب الله في حي المزة في العاصمة السورية دمشق. إذن هذه ضربة جديدة، ربما يكون قيادي آخر تم استهدافه. قيادات الجانب السياسي والعسكري لحزب الله تم تصفيتها بشكل تقريبا كامل، لم يبقى إلا عدد قليل منهم. بالأمس أو أول أمس طبعا تحدث الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وقال سيتم تعويض هذه القيادات بقيادات جديدة بشكل سريع، وسيتم أيضا اختيار أمين عام جديد لحزب الله بالنسبة لما بعد الاغتيالات الإسرائيلية.